أعزائي متابعي ومشاهدي قناتي، اليوم فيلم آخر عن الفيتامينات والمقويات للبلعبول وبقية الطيور الصغيرة المغربة. متابع، هذا نوع من المقويات اللي تحصل عليه، وراح أشرح لكم شنو فوائده وشلون الاستفادة من عنده. هذا يمكن استعماله يرش على الطعام او يخلط مع الماء. الملعقة مالته هي نفس الملعقة مال الفيتامينات البقية اللي هي 1 غرام، ملعقة صغيرة. راح اشرح لكم شنو فوائده. فائدته اولا للحصول على ريش جيد، للحصول على كبد جيد، للحصول على نتائج جيدة للتكاثر. طريقة استعماله، هذا ملعقة واحدة هي اللي شوفتكم اياها هسه، اللي تساوي 1 غرام مع 250 مليلتر من الماء، مثل ما شوفتكم اياها بافلام سابقة، اللي هي راح تكون راح تكون هذه القياس مالته، وحدة القياس كل ملعقة مع 250 مليلتر من الماء. ملعقة واحدة من هذه الملعقة المنتج مع 250 ملي من الماء، أو تخلط مع 100 غرام من الأكل الجاف أو الفواكه. وقت استعمالها، هذه في وقت غيار الريش، هاي شغلة مهمة، الكثير من الأخوة يطلبون على استعمال الريش. ملعقة في وقت غيار الريش يعطى 3 مرات بالأسبوع للحصول على ريش جميل جيد. يستعمل أيضا قبل موسم التكاثر، ويعطى 4 مرات في الأسبوع. عندما تعطي هالمنتج هذا، يجب أن رفع حمام السباحة للبلابل حتى يكون هو المصدر الوحيد للشرب، ويستبدل المحلول يوميا، ولا يجوز تعريض المحلول للشمس. هذا هم مهم اخوان، الريش للكبد اثناء موسم غيار الريش، ويفيد البلابل كغذاء لهم جيد. وان شاء الله تسوون بحث عنه وتعرفون شنو هو، واتمنى لكم الموفقية، مع الشكر الجزيل للمتابعة.